بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونصلي على نبيك محمد. صلوات أدين لسر بيغمبركة كناوي محمد صلى الله عليه وسلم. أو نصلي إتيا من الصلاة عليه، ما بس صلوات لدان لسر بيغمبري صلى الله عليه وسلم المأمور بها، أو صلوات لدانيك أمري بيكراي لقرآن صلوا عليه وسلموا تسليما. ما بس نوجه جنازيني ما صلاتي بشي نوجه لسر كي أو ما مقصود نوجه كي أوجه عبارتي وبكادي أنا صليت على هذا الميت، ونكاكا أنا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلواتي كأمري في إكراء القرآن. استع حديث كش ديني. ما بس على القرآن كصلاة سفيه غمر بدو. أحد يعني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمره. وهي أنا استع حديث كبو ما شرحك. إذا وهي ما بس بو صلواتي كأمري في إكراء الدعاء بالصلاة أي الرحمة عليه. دعاء كي لقاي باري والرحمة بس في غمر دا بباريني صلى الله عليه وسلم. هكاكا مقصود أو صلاة الجنازة أو عن النينة. أخذا من حديثي لا تلو القرية المأمور بها أو تفصيلات الداعي أو حديثك شبه ما شرحك، أمرنا الله هو أمري بمكر دي القرآن أن نصلي عليك صلوات للسردي بدين. أو ذا فكيف نصلي عليك كو صلوات للسردي بدين؟ قال قولوا أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم مأمور به كمان بورونا كاتوا أفرمي بلين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فتأخيرك هكا كام هتا إلى رواه الشيخان أو ديار متفقا لسرهندي إلا صدره إلا أول حديث كي نبي أمرنا الله أن نصلي عليك أو أندا فمسلمون أو مسلم روايتي كده تيجيش كاكا حديثك أول كي لمسلم يلا بخاري دانديا إذا كواب أو نوجي ما أيكين أو بنس فرزانة لبر خارج بون أو أقوال وأفعال معروفة مخصوصة لبدا ما هديكين أو لبر خارج بون صلاة الميت يجي لبر خارج بون ما بس اللهم صل على محمد أو ما مخصوصة والنبي نبي تيا إنسان أوحي إليه بشرع بني آدمك كوحي بهذا بشرع أو نوع تعريفك كلمة إنسان احتراز على سرع تشي إنسان شمولي مذكر ومؤنث يكا هاي قولش القرآن يفرمي وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أو بيغمبري شي نار بيتمان إلا بياوبوا ونيكاكا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أبوش دير كلمة إنساني قد بوه تعريف كيدي باس ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع هذا ولو وعادي شرح عقائدة عادي علم عقائدة أو هذا على كل ليرة لدرر اللوامع بذكر من بني آدم هنا أو تعريفيان مزبوط ليرة لقال القرآن تيكا كاتوا ونيكاكا ها باتما شاب كين مزاني كوي تعريف كيدي أو تعريف كيبي هو ريكترا فرمي والنبي ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وقولنا ذكر أو لا من قولهم إنسان للإجماع على عدم استنباء الأنثى إجماع لسروي أنسانا بتبيغم صلى الله عليه وسلم من بني آدم تقشتني الساكة أو تعريف أو هاي بو أقاداريتان زانغو تعريفك ذكر من بني آدم إلى بركان بقسي إلى نا بقسي درر الله عم يعبك تيجشتن أو جاء أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه با أمري شي بينك لا بتبليغك هاكاكا أو بيقوت للنبي شرع بو هاتيا برام وابي أمري تبليغي بينك لا ها بو خوي إيشي بيك فقط لو فإن أمر بذلك أجر أمر تبليغي فيك فرسول أيضا هم رسول هم نبي كواب رسول ذكر من بني آدم
أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. تيجيش تقاك إيه أو تعريف أقبو أو وأمر بتبليغه يعني شرع شبهاتي وأمر تبليغ شبك مكرايا برام أو عندها وإن لم يكن له كتاب أو نسخ أو تكتاب تايبتي بونهاتي نسخ مع شرع ما قبل جناكا حاربي أو شرط يقول للنبي أو تعريف شيء ديكيا بو علي أو نسخ لبعض شرع من قبله وشيء كيوشع عليه السلام حزتي يوشع حاربي كاكا أو لسدين حزتي موسى بو نبي يجبو حاربي كاكا فتاي يجبو أه؟ نعم كيوشع وإذ قال موسى لفتاه فتاك أو يوشع ونكاكا أنا خزمة كالبو للسفر وأنا بيغمبر بو بلام رسول نبو وإن لم يكن له كتاب وإن لم يكن له رسول شيء وما كتابي نبو أما النسخ ما قبل شيء نبو حاربي كاكا أمر تبليغ شيء في كلابو بلام لب أو تعريف دوا ما عقاد لبي أمر تبليغ في كلايا بلام كتابي نبو كتابك توراة حزة موسى بو صلى الله عليه وسلم نسخ شيء نبو تو نسخ ما قبل خوي نكر بو بركو هر عملي بما قبل خوي كر كحزة موسى بو تيجيش لكاكا إيه برام أمر تبليغ شيء هل في كلابه أو الفرق السلي دي كي لم يؤمر بالتبليغ ودل وأمر بالتبليغ هذا رسول الله لا هل في لكن قول دوام هر نبي يشتا لبرس نبي أمر تبليغ شيء في كلاه كسو سؤالك ما دام أمر تبليغ في كلاه لو هر نبي على تك كتاب تايبتي نيو نسخ شرع ما قبل نكرديا يا يعني رأو دو قيد جوالي يعني عند بكتابة شي تايبتي أبي يعني دبي نسخه ما قبل شكا او جاء بيت الرسول يوشع كتاب تايبتي نبو هر توراة حزة موسى صلى الله عليه وسلم ونسخه ما قبل شي تيد على بو الرسول كم هاي سيسة تو سيس دانا اخر مسلا قولدون قربان اذا كم تيد ناقو قربان كنت كتابات اخواري اخر او اتواصي او بيز كتابانا كهاتين اخواري عربي عملي بيكدي برام نسخه ما قبل شي اكردي هندش يعني هندك ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وانيا مثلا أخو حزة موسى صلى الله عليه وسلم حزة عيسى صلى الله عليه وسلم هم الشرع موسى نسخنا كردوا بعض شيء نسخ كردوا وانيا يعني ايه بوه بعض فرمو أو زال فإن كان ذلك فإن كان له ذلك إيه لزاجب دي أقر كتابة شي هبو يعني نسخ بعض ما قبله هبو فرسول أيضا أو جاء بتبهي الغنبر كواب قيد تبليغي لكن قيد دوام نايك عطا پیغمبر لكن قول دوام كي ها او هيز دوام كي ضعيفة اقاش اللي هندي هبي ايك ما كان مشعور بقوة رسول الشعر نا رسولني رسولني لسر هيك عن رسولني ولا يعني لسر هيك عن رسولني لسر ايك ملو رسولني شو تبليغي بينك لا يا وايا أن أمر تبليغي بينك لا يا بس اللي دوم لبس الكتاب تايبتين أبوه ونسخ ما قبل شيء نكرد يا أمر تبليغي بينك لا يا بلهم كتاب تايبتين يا رسول لسه اللي دوم يهونيا لسه اللي كم يهوى لسه دوم يهونيا قولاني أو دو قولا استاتو قيشتي لنتيجة فالنبي أعم من الرسول عليهما كواب النبي عام تلا لرسول لهر دكان دا لو رسول وشي تو تازا قوتت كم ديتا جي واي أن نبي لو كسرش ديتا جي كأمر تبليغي بيكرايا برام كتابينيا لو كسرش ديتا جي ككتابي شينيا وأمر تبليغي شي بيكرايا لهر دكان ديتا جي عام لهر دكان ديتا جي وفي ثالث لقول السيام كأيشان هر زعيفة بالنسبة لإيكا مكي إنهما بمعنى رسول نبيها إيه معناها بخشن هاربك هكا وهو معناها كتيا أري معناه نبي شر معنى الرسول يا شيها رسول على الأول المشهور كالسر أولك يا هاك هكا ما دام أوحي إليه بشرع بي هاربك هكا إيه أو على الرسول شو خلاص برا أو ودري برام ليه بيوست أعادار بين مجرد وحيه كتبليغ يا قلد نبي مجرد وحي كتبليغ يا قلد نبي لسر هرسي قولان نبي تبي غنبر حاربك مثلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليمين
فرمي وحي ما الناد بو داشي موسى يقول داشي موسى بيغمبر نيا واي انا برام امري تبدير رشي بينك دايا واي انا دنا لحقيقتيش دا شريعته او اشتا امري بك ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم ونيكاكا ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين واي انا هم امرا هم نهيا هم اخبار غيبيا خواهت وفر لو هم اشتاني هم بوداش موسى نردن برام پیغمبریش نیا وای انا ذات رو توانی بری بذکر من بني آدم او قید خارج کم یان و اوحینا الى النحل اویش وای که هر بني آدم ایش نیا میشه هنجین بروم تو وقال مصنف فرموي نبيك دون رسولك لو كلمه نبي يقول لو رسول نبي خو الرسول قولت له نبي لأن النبي أكثر استعمالا هل بلو كسرة الاستعمال اللي بتسيدي كان يا ها دوم اشتشيدي شيء نبي لرسول شرع ديتجي واي أنا إيه أدي ولفظه بالهمز من النبأ إيه الخبري نبي أجر همزة إلى آخره بمهموز اللام بي لنبأ والجلاء نبأ بمعنى خبر لأن النبي مخبر عن الله يا يعني مخبر عن الله بفتح بيه وبكسر بيه درست بكوين يوا مخبرون عن الله معنى أو خبر أداة أمتي لبريق واي تبارك وتعالى مخبرون عن الله يعني خبري بوهاتي للاي خواهي كحزرة جبرائيل بوهي هنا درست اسم فاعل بي خبر بوهي هاد بي مخبر حزرة جبرائيل خبر يا بوهي هنا ونيا درست مخبرش بي باسم فاعل شكا أو خبر أداة أمتي ها هردو صيغة كبه هردو نوعا درست آقات عند عندي هبي أو مخبرون وبلا همز النبي ببي همز بي مشددة وهو الأكثر حربي كاكا أوي عن زور ترى ببي همز قيل إنه مخفف المهموز قول قيل قوتيتي نبيش هالمخفف مهموز بچون چوني بقلب همزتي هياء ها كاكا أري همزة كي كرايته أو دو قول وقيل إنه الأصل ها كاكا قولك دلنا نبي هرب خوي أصلا ها أصل لبو مهموزي مهموس فرع نبيه يعني أصل خوي يائب وكرايته مهموس قول دي كدر مهموس وكرايته يائب أو دلنا يائب وكرايته مهموس عارب كاكا ولم قيل كي كست رقم سيجار لهر سيجار لهر دو شي ديك الزعيف ترى وانيا أفرمي من النبوة بفتح نونية لنبوتها وسكون الباء أي الرفعة حارب كاكا لو لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الرتبة على غيره من الخلق أجعل إلى مشكلة ما عم بود مستبين أما لسوتي خوين من النبوة بكسر نونية خوين دوا واي أنا أي الرفعة لفظا ومعنى سوتي وين فرمو تلا الرفعة بمعنى لفظا رفعة رتبة النبي صلى الله عليه وسلم أو لولا إمام محلي فرمي من النبوة أرأي مقولة مقولة خوينية داخل مقولة قيلية قيل هل وشي بخوي زعيفة أو قصش إهلا زعيفة أو كدري أصل مهموزية وكدري لنبوة هردو قيلك قيلك بهردو قولة وزعيفة عربك كالنبوة أبود باي من النبوة ها شو النبوة بتفولكي عارضية لك لدشتاية لهيك راه قردك بيدا ابي زيات البرسل اللي داشتي او بيقول لي النبوات حاربي كاكا نبوات لبو رتبته نقل بوشتي محسوس سكن تيجيش تي كاك بلازلين نبوات بو برزو برزي فلو باي بكسرين نبوات بو اوشتا محسوسه كقرد شي اللي داشتي ابينين ها اجا او كابرايا قيلي سيم علي لنبوات يا أريم أوش هل لما قول يقيل يا وهل لا ضعيف كيا أري أو قوليك نقل كليك سيخوين يقسيقيل يا بود نقلك كوابو وقيل إنه الأصل من النبوة تبي أو ليش لي بيخوين يا ها قيل أو هاي قوت يا بروم ومحمد صلى الله عليه وسلم علم منقول لأصل لا من اسم مفعول المضعف لا اسم مفعول مضعف يا مضعف وش مفرح ونكاكا سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله تعالى
تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له. ها كثرة كلاسلا هو بناؤه للتكسير، بناء باب تفعيل له تكسيرا في الفعل أو الفاعل أو المفعول، وأن يكاكا دليل لفعل كيدها كيكسر حمد الخلق له لو عالم زور متحيكا لكثرة خصاله الجميلة خصلة بجوانا كان قلق زورا كما روي في السير زبا زاري فيش يندي علي حسان بن ثابت شاعر في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد علي خواي قولا لناوي خوي بارسشي بو في غمر دانا صلى الله عليه وسلم كبخوي ناوي محمود اسم مفعول عن سباس كراوة وهذا محمد محمد هل بمعنى سباس كراوة وانك عكا كوابو ناوي في غمر صلى الله عليه وسلم لناوي خوي شق كراوة أو مجرد أو لا مجرد أو مزيدة تيجيش لكاكا أو فرمودي حسان بن ثابت أو لسردمي بيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت تي واحتراز شو لي نجيرايا شعرك إلى شرح قصيدة مدة ما شاف كان قصيدة شي جوانا لين دري تما شاف كان زور قصيدة كان نسيت ما أو جاء قلتي سميا به نبينا بإلهام من الله إلهامك بو شيء هذا آخر سبياو تاشي وهبوين إلهاميان بو بأو ناوي لبيغمبر ابن صلى الله عليه وسلم هذه عصرة عصر جاهلية نبو بلا خبا ها بلا خبا روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته رجع حفتم ناوي محمد لنا لموت أبيه لبتس أو ناوي لنا أو لموت أبيه التي استسبيه وقد سمعه جده لو با في داوي لنا لموت ابيك كبابي مدبو حاربك اخر اخر اقعد لعندي هبي لبرت سبع في تدخلي او شيء كرت لموت ابيك كبابي خوينا ما ابو شو كان بيغمبر بابي نما ابو للاي با في لي بخيف كرابو وانك اخر قبلها بيشي او كبيغمبر ولادتي بي تشان لي سؤال كرت أو مسؤولك يقول لما سميت ابنك محمدا لو نعود لك ريخونا محمد ليلة تسمية حفيدي بابن كديا لو تكسينا ما بوها الأوبو وعينا وليس من أسماء آبائك ولا قومك محمد لنا وبا وبا في ليتونيا همو عبد العزى وعبد الفلان وعبد الفلان وشيبة حاربك كاكا عبد المطلب أو نعشتاننا ولا قومك قومك شدونا وعنا ويعنيا قال عبد المطلب جواب دعا ورجوت أن يحمد في السماء والأرض لخوايا باريم وكسفاسي بكري لأرض وآسمانه أو كلمة برقية لسر إيمان عبد المطلب نقول تشي بعاسمانه دايا وايا جار إيماني بمن في السماء هبوا وايا يعنى برقية لسر هندي وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه خواهي قولا أميدك يهي نازي هل وكل علمي خواهي تبارو تعالاش أو ها تقدير كلابو هاربي في علمه تعالى تقديرك أشهر لعلمي خواهي أوهابو هذه الأمة أو نبي أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم نشان داري أمة خويتي أي دال لها بشهر تجديد داري هاربي كاك شهر زاكرة بلطفين هدایت بو کسی که کرد پیشان ده لسر خو به هم نایتی چطور دو دلالت نه هی به توضیح با کد کن ری پیشان ده وای یعنی اول لوانه نیا به لطف بید به نرمون یعنی و لسر خو نیا لی رشادی ها لبور گراست کی یعنی لی دین الاسلامی رشاد لی را ما بس لی دین اسلامتیه وانیا؟ أجا كابرا باشا الرشاد لو دين إسلامتي يعني الذي هو لتمكنه في الوصول به إلى الرشاد دين إسلام لبر أوي إنساني أقنجيني بو أوي بقاتا ريقاي راست وهو رشاد ضد الغي ضد ريقاي تسوتا ها أو جملة معترضة بو كأنه نفسه كأنه رشاد هربخوي دين إسلامتي واني كاكا دكابو مسبب قوت كرشادة مرادي شي في سببك يا كدين إسلامك يا وانيا تسمية سببية باسمي مسببي
وهذا مأخوذ من قوله تعالى أو هادي كلمة هادي كمسنف بكارهنا كدر استبو پیغمبري بكار به تخافر بإنك لا تهدي من أحببت على النأ مأخوذ من قوله تعالى لآيات الشدي والقلتية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أتور المني أكيب ورقاش راز أي دين الإسلامي أو شي العقيدة تحاوي نازام خويدي تاني عنا دو هدايتنا ونيا هداية الدلالة هيا هداية الإرشاد هداية التوفيق شيا هداية الدلالة عايدي في غنبري صلى الله عليه وسلم ريحك تبشان دا أو جابت شي السر ريحك يعني أنا ونيا كعكا وعايدي مخلوق يا هداية التوفيق شيء بمعنى خلق الإيمان في قلب العبد ونيكاكا أو هداية التوفيق وعايدي خوايا ونيكاكا إنك لا تهدي من أحببت معنى لا تخلق الهداية ولكن الله يهدي من يشاء يعني يخلق الهداية أو عايدي خوايا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أو أشبه شعر زاكدنية أو هدو دلالتك يبوت وعلى آله يسر آلي بهم كما قال الشافعي رضي الله عنه أقاربه المؤمنون ما بس خزم إيمان دار كان انت أبو جهل وأبو لهب لبر خارج بن نخوش لغة آل برام استلاحا هونينا وانا من بني هاشم والمطلب ابن عبد مناف كهاشم ومطلب هردوك كري عبد منافين وانا لأنه صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذوي القربة وهو خمس الخمس پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشكي ذوي القربة وما أفاء الله على الله ورسوله فلله وللرسول ولذي القربة كالآيات ذي القربة تسليم تقسيم شكل كخمس الخمس بينهم داعي بني هاشم وبني المطلب تاركا منه غيرهم من بني عميهم دعاء مزايد كي ترك كنوفل عبد الشمس بون هو يشرع عبد منافنا يعني لتار برايان دا بريدو برايان نيدا بريدو برايان لو پیغمبر صلى الله عليه وسلم مع سؤالهم له سؤال شان كن نيداني ها تا مراجعة عن كلمام عثمان يقولون او دا برايا كان يجيبو كان يا رسول الله مزوج شو عن امر زاكي دا وهاي انا لو ادى بني مطلبا كاو شرماما نادى بني نوفل وبني عبد الشمسان او شرماما فرموي إنهم لم يفارقونا لا جاهلية ولا إسلاما فرموي أو لن استردمي بيش إسلامتي ولن لدوا إسلامتي لما جدا نبوينوا أنقول لما جدا بوينوا ما بس أو حساربو كلمة كي لسر پیغمبري عند أنا صلى الله عليه وسلم لسر خزمي پیغمبري سيسارا تاولي هاد قلائي دارو بيستو مشكو ماري عن أخواردن ونيكاكا لين قران بينوا حساري اقتصادي عن لسردانان بني هاشم وقال بني مطلب وقال بني هاشم كرتن وكان وقال عموزاي خو كوين وقال قريش كان مكينا كوين رام اوي دي وقال بني نوفل وبني عبد الشمس وقال كافر قريش كرتن بلى الله تعالى هذه اوجم الحق بآلي لهندي وقال فرمي ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد هل وهذا الباري زكاه ايش فرمي او زكاة تسلش ماريه وتسلش عالمي ابو محمد وآل محمد حلالنيا او مسلم روايتي كذيا ونبو وقال لا احل لكم اهل البيت من الصدقات شيئا ايوه اي اهل البيت استنبو حلالنا كبلا زكاة ولا غسالة الايدي عربي تسلش دستاني شبو حلالنا كم او اوي كدستي في الشرايا مقصود الزكاة شو زكاة ماريا باكا كاتوا ونيكاكا إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم بل يغنيكم خمس الخمس تانه خمس الخمس باش تانه أو يغنيكم يعني دولة من تانك أي أو بمعنى بلا يعني بل يغنيكم أوش طبراني روايتي كذية دزوف تاكا استاش أريد أقر خمس الخمس لبر ويناد ليت السيدان دروس الزكاة والبقرين دنا هو بإجماع نابي والبقرين بعام قبل شيء ضعيف يا حارب كاكا أريج خمس الخمس يعني ندرة إيه با زكاة يا بدريتي زاج السيد كو تقليدي وقول ضعيف هنا كان نابي زكاة والبقرين دزور تاكا وصح الجواز إضافته إلى الضمير دروس كلمة آل إضافة بكرة ولا ضمير وشي مصنف وايكت كما استعمله المصنف
هكا هكا عندك في دارين دروزنة دبي إلا إضافة مكلي ولا اسم زاهد بري آل النبي آل فلان أوها وصحبه وهو جمع لصاحبه صاحبه جمع صاحبه أقل هي كانك لا هي كيف كان لا مكلا إيه آه بمعنى الصحابي ما بس بالصحابية صاحب جمع اسم الجمع كيتي ونيكا كمفرد كي صحابية وهو كما سيأتي وش لمود وعدين من استمع مؤمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإيمان داري في غنبر يديد بي لقري دانش بي أما ومات مؤمنا إش قيدة دعاء أو قيدة داري بإيمان داريش بي تامو سيلم أي كذاب لبر خارج بي ونيا دايبرا وعطف السحب على الآلي مصنف عطف صحبي كير الصحابة كان على الآلي وسر آلي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرمي وعلى آله وصحبه الشامل لبعضهم لقد وش خو آل شمولي هندك صحابانج أكا لبرتك تعريف الصحابي لوانج ديتزي مثلا إمام علي رضا خوالي بي هم آلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هم بتعريف شدي الصحابة كاستمع مؤمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجال برتك أو عطفك لتشمل الصلاة وباقيهم تاكو الصلاة والسلام باقي الصحابة كانج بقريتوا أو الصحاباني كوا داخلي تعريف آلي نابن تنها صحابنا وشي مثلا إمام عمر إمام أبو بكر وباقي الصحابة كان يبركوا أواني كوا هر عربي جنبون وشي سلماني فارسي وبلال حبشي وجاباني كردي أوانا رزاي خواه تبارك وتعالى لهم ويانبي ما قامت التروس أو ما هكا مصدر يزر فيه بمعنى مدة وان يكا بلبو التوقيت أو جاء الإقامة التروس تروس جمع تيرسيا تيرس بكاغازي دوت بكسر تاء جمع تيرس بكسر التاء تروس مقصود كاغازا صحف والسطور أوش من عطف الجزء على الكلي عطف الجزء على سر كلي تكلو سطور بأوختة يقول لك على سر كاغازي يعني يسري توا ها برام ديسان ما مستعي قولان في رازينيا أري بعضنيا حال لا كل لبدا السطر حال لك أغزينا بعض كأغزينية شو حضرك اللي لا رأيك يا تيجي ساري إيه من عطف الجزء على الكل صرح به مو كلمة السطور شو يقول لدلالته على اللفظ شو السطر دلالة ذكاء لسر أو لفظ الدالي على المعنى كدلالة لسر معنى كا مثلا تقولي رأي نويسي محمد رسول الله أو كتابته دلالة دستر معناه يشكا كمحمد بيغنبري خواهي صلى الله عليه وسلم يعني او دفزة كنقشكيا او دلالة دستر معناه يكا هر وشي دفزيش دلالة دستر معناه يكا او جاء لعيون الالفازي عيون الالفاز اي للمعاني تساوي دفزانسيا معناه يكانا حتى لفزي نري اتو نازاني معناه ودر بيخي بس كوتا معناه يكودر ناكري وانيا التي يدل بها على اللفظ ويهتدى بها كما يهتدى بالعيون الباصرة هل وكو بويش عيون قلت كو كابرا بتاوي ساق أتواني بريدا بروا وقعتا ما بستي خوي با أو لفظانش أتواني بقعتا أو معنى هيك ما بستي جبت قشتي وهي ما بزب معانيان تيا تيها معانيا العلم المبعوث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو علم شرعي كبيغمبر بين الرأي دبي كاغس هبي لسري بن ويسي سطر شيش هبي لكاغزي بن ويسي وايا يانا جاء أو سطر بدلي لفظك يا بو عنو عيون الفازي بل وايا يانا بدلي لفظك كو لفظ دلالة لسر معنايك سطر كاش دلالة لسر معنايك مرادش بمعنى او شرعي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دكوابو بيريست ابو راغتني شريعه الاسلام سطر وسطر هر دو كابن حربي كاكا تيرس سطر تيرس هر دو كابن مقام بياضها اي التروس او مقام حسب حرف جري ليك لا معناها كقيام بياضها حربي كاكا اي التروس وسوادها معناها كقيام سوادها
سوادي چه اي سوادي سطور تروسي رشايتي او قطاني لسر كاغذي انوسري خد بمركب رشا نوسري توا او اي مقصود واني كاكا او اي ديشين نوسرايا سبيا يعني چون چوني جمده كاكا چون چوني او سبياتي كاغذي و رشايتي كي بردواما كاكا او هاش او كاغذو او رشاكي هر بردوامه او نسينو او معنايانا همو هر بردوامن شو كافق لسر مقام مقدرة مناك قيام بياضها اي وشي راوستاني سبياتي كاغذي وسوادها رشاكي اي ختانج اي سطور التروسي يعني اوان كو بردوامن او شر وبردوامن اوان ديرا امام محلي بياضها راجع كده وسر تروسي سوادي هاي راجع كده وسر سطوري درر اللوامع أرسه يكرد هذا راجع ولاي ألفازه أري تروس حاربي هر إيه ألفازانا بو ألفازانا دان رايته أو كاغذة لفزيب كي كتابته لسلي داني ها زاري بياضي ها سوادي ها هر دوك راجع ولاي ألفازان أري سبيايكي ألفازان ورشايكي ألفازان معناه أو خطيك دخلت سر كاغذي أبش أو معنى إلي لا يتوين خو عالمة خو ضميرك راجع ولا شيء هل كسب خو يا معنى عشان لي لا يتوين مصلي في جنة مع محكمة يعني لبين يبكى وايا أنا ب أوش تام بو بخوين مو استفادة لي أكن لهندي ألف الضمير في بياضها وسوادها راجع إلى الألفاظ على ما حققناه ورجوع الضمير إلى التروس والسطور كما فعله بعض الشارحين لا صحة له. ها؟ هو أظهر لي إيري ديتو. أقصد مو يا أغاتا لهم ذي هبي لو. بارك الله. أزا والمعنى أما قلت من كافك مقدرة ونيا نصلي مدة قيام كتب العلم، قيام بمعنى وجود ليلة. صلوات دسر بيغمبري لأدين صلى الله عليه وسلم أو مدي كوا وجود كتاب علمي هي المذكور كالبيغمبري والجلايا قيام بياضها وسوادها وشي وجود السبياكي ورشاكي اللازمين لها هكاكا كسواد بياض لازم لبو كاغزي لو او هندي لين مسلايا سوادا او لين مسلايا بياضا او معنى كده دايتوا برام قاعدة شديش هبو جاران اگر اوي مقصود بوبي مسودة ومبيضة أبو مسودة ومبيضة مسودة أو أبو وشكتي بدا أنا مصنفة قيان شارحك أولي دينوي سيوا أذا دعاي كبختي أكردو تصحيح أكردو نقل زي شدي كرد في قترة مبيضة سواد بيعض لوش دعتا زي حاربي كاك قلق ديوانا ريري تسويدك إلى فرانة إلي خيبو تبيضك إلى فرانة إلي خيبو تسويد معناه نسخة كم كان يسيا وببيت الصحة فرانة إلي خيبو تبيض يعني تصحة كذي ونقل كذي بوصل كغزة شدي كبئك جاري لفرانة إلي خيبو أو السلاح نش بزان باش كاكا أو جاء وقيامها وجود أو كتب علمي بس أبي وجود كتب علمي بقيام أهل العلم بوجود أهل علم بي أجر أهل علم نبي كتب علمي جنابا واني كاكا قيامها راجع ولاي كتب كان أقال لي بقيام أهل العلم حاربو لو لأخذهم شكا أهل علم ورأقرن إياهو علمكي ورأقرن منها لكتب كان أجر كسي جنابو لي والجيلة سني كتب نعنو سينوه وايا أنا إيه كما عهد هل وشو اللي فيش تعاون ودياله وخلاص برايرة وقيامهم وجود أهل علم إلى الساعة معناها تا دنيا خرابونية كسك سؤالك هذه مدة كم نية تهرن دي صلاة الله عليه وسلم غبر لي دي صلى الله عليه وسلم رنا الله تا دنيا خرابة بعلم هرميني جواب كتيبة كانش هرميني برقتيا أخي اما برين علم نامين زو خروانا كنا صلوات ايش دبي زو از دبي هندري رنا اتاك يا مساعيات يعني كانه هو من قوتيا هتا دنيا خرابه بالصلوات على سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ورقت يا اري حديث الصحيحين البخاري ومسلم بطرق لسر عن هاتي لا تزال طائفه من امتي
بردوام ابن تايفق لأمتي من ظاهرين على الحق بردوام ابن نصر الحق حتى يأتي أمر الله أي الساعة أمر الله يعني الساعة كما صرح بها في بعض الطرق يعني كما صرح بها في بعض الطرق. قال البخاري إمام البخاري أو تعيف يوصف كذي بسه فرميتي وهم أهل العلم أهل علم تكوابو كتاب وجود كتاب عن هربي بوجود أهل علم هتاهنجينك. أي لابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لهذا الرجال حديثك كي بيش داهاتيا بيش أو قولي فالمي هركز بقوة قوري بيه ويتساكي بداته يفقهه في الدين شارزايكا لشريعة الإسلام إيكا تفقه وأبد الصلاة بقيام كتب العلم تأبيد ينوجه كي كنما قلت بان ما يكا مصدرية توقيتية لابو تأبيد ونيكاكا أي وأبد الصلاة بقيام كتب العلم المذكور له لأن كتابه هذا أو عبارة برشية ورد آقان ليبي كتاب كيوي كجمع الجامعة المبدوء بما هي منه حالبي كاكا كدستي فيكر ديا بما بشتكي هي صلاواتك كشهر منه بشك لو كتابي الحمد لله والصلاة والسلام دست فيكر دينا ونيا كاكا أويش من كتب ما يفهم به ذلك العلم حالبي كاكا أو خبركيتي لأن كتابه من كتبه أو من كتب خبره إنه أقعد لبي حالبي أوجيك لو كتباني ما يفهم به ذلك العلم حاربك كبو كتبي او علمي فهمك ليك علمي بيغبرنا هذه صلى الله عليه وسلم اذا حاجك اخواري واخوينا تابد اسان تربي بيا بما هي منه اي بكلام وهو الخطبة كلامك الخطبة بو ضميره هيش الصلاة بو منه يعود الى ما وقوله من كتب ما يفهم خبره انيا ولفظة ما واقعة على فن حاربك كبوتي أو فني بحث كذا ها سيقولوتي لأن كتابه هذا المبدوء بما هي منه من كتب ما يفهم به ذلك العلم تكون مراد بما كيف فنك يا قوله ذلك العلم أي المبعوث به صلى الله عليه وسلم وتقدير كلامه وأبد الصلاة بقيام كتب العلم له لأن كتابه هذا المبدوء بكلام تلك الصلاة كتابه كيف يشكى سرتاي كيف الصلاة والسلام عند اسمك يا من كتب فن حاربي كاكا لكتب كاني أو فن شوايا يفهم به ذلك العلم علمي شريعتي في حاصلك لي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.